بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلنسمع ماذا يقول السيد عباس السبتي. لا ضلع لا محسن طاح، لا جريمة ولا مسمار، لا عمر أذى الزهراء، لا عصر هباب الدار. لا ضلع لا محسن طاح، لا جريمة ولا مسمار، لا عمر أذى الزهراء، لا عصر هباب الدار. لا ضلع لا محسن طاح، لا عمر أذى الزهراء، لا عصر هباب الدار. الخرافات الخطيرة سببت سفك الدماء، لم يسقط في الباب المحسن، لم يكسر ضلع الزهراء. إنها محض خرافة، إنها محض افتراء. أدعياء الطائفية دلسوا هذا الهراء، أرادوا تمزيق الأمة وتسقيط الخلفاء، وحروب طائفية يرتضيها الأدعياء. الخرافات الخطيرة سبب سفك الدماء، لم يسقط في الباب المحسن، لم يكسر ضلع الزهراء. إنها محض خرافة، إنها محض افتراء. أدعياء الطائفية دلسوا هذا الهراء، أرادوا تمزيق الأمة وتسقيط الخلفاء، وحروب الطائفية يرتضيها الأدعياء، يرتضيها الأدعياء. لا ضلع لا محسن طاح، لا عمر أذى الزهراء، لا عصر هباب الدار. لا ضلع لا محسن طاح، لا ضلع الزهراء، لا عصر هباب الدار. التصاهر والتناسب بين علي وعمر يكشف زيف المدلس، فلتسمع كل البشر. إن العلاقة حميمة بين عمر وعلي، والزواج خير شاهد، فهو في الفقه انتشر. يرويه الإمام الصادق والباقر للعلوم، وكذا في فقه السنة موجود هذا الخبر. التصاهر والتناسب بين علي وعمر يكشف زيف المدلس، فلتسمع كل البشر. إن العلاقة حميمة بين عمر وعلي، والزواج خير شاهد، فهو في الفقه انتشر. يرويه الإمام الصادق والباقر للعلوم، وكذا في فقه السنة موجود هذا الخبر، موجود هذا الخبر. لا ضلع لا محسن طاح، لا عمر أذى الزهراء. صيح. لا ضلع لا محسن طاح، لا جريمة ولا مسمار، لا عمر أذى الزهراء، لا عصر هباب الدار. أساطير وخرافة وتدليس السبابين، أساطير وخرافة وتدليس السبابين، أدها فكر المحقق صاحب الفكر المتين. هل علي نفس محمد خادع للآخرين؟ هل زوج عمرا جنية؟ يا لكم من كاذبين. إنه خير البرية بعد الرسول الأمين، ووصي الهادي أحمد وأمير المؤمنين. أساطير وخرافة وتدليس السبابين، أدها فكر المحقق صاحب الفكر المتين. هل علي نفس محمد خادع للآخرين؟ هل زوج عمرا جنية؟ يا لكم من كاذبين. هل زوج عمرا جنية؟ يا لكم من كاذبين. إنه خير البرية بعد الرسول الأمين، ووصي الهادي أحمد وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين. لا ضلع لا محسن طاح، عمر أذى الزهراء. لا ضلع لا محسن طاح، يا عمر أذى الزهراء. المشورة والتشاور والنصيحة في الحروب تشهد أن المحبة تبدو في أبهى صور. علي كان المخطط والتنفيذ لعمر، لذاك جيش الرسالة في القادسية انتصر. خابت أضعال المدلس والحق جدا ظهر، لولا وجود علي هالك كان عمر. المشورة والتشاور والنصيحة في الحروب تشهد أن المحبة تبدو في أبهى صور. علي كان المخطط والتنفيذ لعمر، لذاك جيش الرسالة في القادسية انتصر. خابت أفعال المدلس والحق جدا ظهر، لولا وجود علي